في نصف نهائي أهم بطولة أوروبية. نحن على موعد مع متعة كروية. هذه بطولة لا يشارك فيها إلا الأبطال في بلادهم. فما بالك عندما يتعلق الأمر بمربع الذهب؟ ما بالك بمباراة بين اثنين من الأربع الكبار في مشوار صعب بالتأكيد ومرحلة حاسمة؟ لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. بيير أوباميانغ يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. فرصة خطيرة جدا للتسديد. سواريز، تغيير اللاعب على الجناح. اللاعب يستلم الكرة. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. تقدم إلى الأمام. نيمار يلعب كرة على الأطراف. كريستيانو، فرصة للتسديد. فعلوها، سجلوها في الشباك. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. برشلونة يسجل الهدف الأول للمباراة. تقدم مستحق. الكرة ملعوبة من مسافة. عدت الكرة. شاهين. لويس سواريز. حلو المحاولة بفداية كبيرة لكنه فشل في استغلال الفرصة. اختراق جميل على اعتاب. يلعب الكرة مباشرة قبل ان تلمس الارض. تقريبا كان محظوظ في هذه اللقطة. اندفاع قوي من بيكيب. يلعبوها للامام. مرت الكرة. كاكا والكرة راية بعد ذلك وتسلل. جوردي ألبا. كريستيانو رونالدو. نيمار. كرة جميلة. كاكا. أوه، هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. يا له من خطأ مؤسف جدا. كرة طولية إلى الأمام. كاكا. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية والعرضية. كريستيانو رونالدو وينجح في تسجيل الهدف. الراية مرفوعة والهدف يلغى. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. شورلي. كريستيانو رونالدو يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. فرصة سانحة للتسجيل.
كاكا. اعتقد انه اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. كرة طولية من الحارس. شورليب. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. وصلنا إلى منتصف المباراة بعد شوط رائع قدموه. الآن قرار قرارهم، هل سيواصلون نفس النهج الهجومي أم العودة إلى الدفاع للمحافظة على الأسبقية؟ الفترة الثانية من المباراة تنطلق الآن. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. إمكانية مرتدة الآن. جوردي ألبا. لمسة على اليسار. إليزيو. مرور جميل من المدافعين وانطلاقة على اليسار. تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية. تصدي رائع من الحارس. تحرك جميل، كرة مع الآن. ماذا سيفعل مع هذه الكرة الخطيرة؟ ميسي. جوردي ألبا في انتظار التمرير الآن. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. فرصة هجوم معاكس. جوردي ألبا يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة. يطلق صافرته. نعم، ورقة صفراء أخرى من حكم اللقاء. حذاري من كثرة الإنذارات في مباراة اليوم. كاكاوا يلعب كرة على اليسار. يسقطه أرضا وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. سواريز. يحتسب الحكم ركلة حرة. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. شورلي. سامويل أومتيتي في انطلاقة قوية من الجهة اليسرى. عرضية داخل منطقة الجزاء. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. جودزي. لمسة بينية فاتت ومرت وصلت إليه. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. جودزي. وين هالتمرير الآن؟ أداء دفاعي كبير جدا هذا اليوم. يبحث عن حلول. لويس سواريز. لمسة على اليسار. غونزالو كاسرو. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. بييرو باميان يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. يستعيد الكرة سريعا. يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى.
إليزيو يلعبها لمنطقة الخطر. كاكا كرة تبعد من داخل منطقة الجزاء. يلعب العرضية. ها هي صافرة النهاية. لاعب الفريق نفذ المطلوب منهم بالضبط، وهو بالتأكيد تحقيق الانتصار. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. متابعينا الكرام، اليوم في مرحلة حاسمة جدا من البطولة في الدور نصف النهائي. من سيكون الفريق الأفضل في هذه الليلة الكبيرة؟ من سيتأهل؟ من سيصل للنهائي الحلم؟ ومن سيخرج بالألم والحسرة في هذه الليلة؟ في المربع الذهبي كل المباريات قوية، لكن لقاءات الإياب عادة تكون أكثر ندية. هذه مباراة مصيرية، هذه التي ستحدد المتأهل إلى النهائي. يدب الحماس المضاعف في أنحاء الملعب بينما نستمع وإياكم إلى الموسيقى الرسمية لدوري أبطال أوروبا. وتنطلق المباراة بالفعل. برشلونة يلعب اليوم خارج قواعد تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. الكرة ملعوبة إلى الأمام. غيريرو، سوكراتيس، كرة طولية إلى الأمام. ينطلق إلى الأمام بسرعة. تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا، لن تصل هذه الكرة.
سامويل أومتيتي، ميسي، ويلعب العرضية. برشلونة يحصل على الكاكا، تصدي غير عادي من حارس المرمى، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يبحث عن المهاجم، جوردي ألبا، بييرو بوميانج، ماركو رويس يرفض الاستسلام أمام هذه القوة البدنية، وحالة ماركو رويس يلعب كورة. جول في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فاز بالتأكيد. روسيا دورتموند له الأسبقية في التسجيل، يلعبها عرضية، يوزيف، بييرو بوميانج، الآن فرصتهم للمرتدة، رويس، نيمار، اللاعب يحاول مرور بضغط قوي، تمكن كاكا، تسديدة ثانية هنا، جيريرو، الكرة ملعوبة من مسافة، سامويل أومتيتي يتدخل بنجاح، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. جوردي ألبا، هل يمكن أن يستغل الفرصة؟ تسديدة في اتجاه المرمى، يا لها من كرة، كان هذا ليصبح هدفا جميلا. كاكا، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. سواريز ضغط قوي وينجح في استعادتها، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، بطاقة صفراء كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. مرت الكرة، قراءة ممتازة من الدفاع، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. ثقة اهتزت في الشوط الأول لكن لا زالوا متفوقين بعد المباراة الكبيرة اللي قدموها ذهابا. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني، ليست هناك حلول عديدة على الفريق أن يبذل كل ما لديه في الشوط الثاني من المباراة، هذه هي الفرصة الأخيرة من أجل العودة. كرة طولية من الحارس، بييرو أوباميانغ، سواريز، كرة طولية في المساحة الخالية، سوكراتيس، جينتر، كريستيانو رونالدو يتسبب في خطأ،
كارت أحمر مباشرة من حكم المباراة. برشلونة يواصل مباراة بعشرة لاعبين بعد بطاقة حمراء، يمكن القول أنها قاسية منذ وقت مبكر جدا في المباراة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة بعيدة حائرة لا يستفيد منها أي فريق. كاكا، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. كرة عرضية لكاكا. غيريرو، جوتزي يلعبها لمنطقة الخطر في انتظار التمرير الآن. إليزيو يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. كاكا، تسلل آخر. كرة طولية من الحارس، كرة إلى الأمام، تمريرة جميلة، كرة لا تصدق. وهذه كرة، لكن اللاعب متسلل. اليوم نرى مصير التسلل محكمة، كل الأحكام أمام المهاجمين. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كاسرو، لمسة على اليسار، يبحث عن حلول. وين هالتمرير الآن؟ بينية إلى بييرو باميانغ. يستعيد الكرة سريعا. كاكا، كرة طولية من الحارس، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كاكا، الكرة اللي مرت بجوار القائم. لاعبين قاموا بعمليات الإحماء، أظن أن هنالك تغيير سيتم. بييرو باميانغ، سواريز يبحث عن زميله. أي دفاع عن هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار عن هذا؟ شورلي، بارتراب، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. غونزالو كاسرو، نيمار، يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. الآن على بعد خطوة واحدة فقط من كتابة التاريخ. يبدو أن الفارق لن يكون كبيرا بين الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والعودة. يتأهل فريق اليوم على الرغم من التعادل، لكن تأهل بعد فوزه في مباراة الذهاب.